العلاج بالأعشاب أصبح اتجاه عالمي دلوقتي، بس توفر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجة بيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين إن احنا نوفر لهم دواء نعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقة اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد. شايف الجو اللي في الصوبة دي عامل ازاي؟ انا بتعب قوي عشان اوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر، بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى احسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وانا شغلتي اعرف ايه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وعلمك تزرعها وازاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا ابوي مش صعبة ولا حاجة، انا ممكن اتعلم كل حاجة وكل اللي تقول لي عليه اكتبه واطلع لك احلى محصول. ما شاء الله عليك، انت تيجي مع ابوك وتتعلم معاه، بس انا عايزك تعمل زي الطلبة اللي في الجامعة ماسكين اجندة وبيكتبوا فيها كل حاجة كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجة نبص في الاجندة ونضمن احسن محصول. اطمن انا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل، انتوا بقى الاسبوع ولا العشر ايام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجه، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن اهلي وناسي 10 ايام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين اكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك انك تدخل كهربا وميه بلدكم من غير ما تحتاج للحكومة. حكومة ايه؟ هو حد من الحكومة يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدولة تعمل لكم كل حاجة، مادام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خوية، مادام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز اقول لكم عليها، الاعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الادوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. ايوه، وبعدين هي الحكومه هتوصل لنا كيف؟ دعنا في اخر الدنيا. في نباتات غاليه قوي لان الخلاصه بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحيه كمخدر، وفي نباتات اغلى من كده بكتير عشان تستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانيه بقى ارخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مادام بتكسب اكتر واغلى. للاسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتزرع هنا اهو هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد إيراد واحد يجيب لك قد 5 فدادين قمح، وأهم ما في الأمر بقى إنك أنت تقدر تعمل كل ده من غير ما حد يحس بيك. قلت إيه؟ نجرب يا أبوي في كام جراط، وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهرباء وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا أبوي؟ وافق. وبعدين في الورطة دي أنا لو قلت لا ممكن يقتل ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكرة ممكن نبتدي مرحلة التعليم العملي. أوكي.